بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Inilah Quran yang mereka ada. Tengok, dah hancur dah. Tak mampu dah dapatkan Quran baru dengan empat. Dan apa kita begini, semoga Allah beri kejaran untuk kita semua, insyaAllah.